تشهد مخيمات النازحين في الشمال السوري انتشارا سريعا وملحوظا للأمراض الجلدية بين صفوف النازحين. يعد عدم وجود شبكة لتصريف مياه الصرف الصحي بشكل سليم سببا رئيسا في انتشار هذه الأمراض، وكذلك مستنقعات الوحل التي تشكل بيئة تجمع وتتجمع عليها الحشرات، وهو مشهد يتكرر كل شتاء في غياب الحلول والإجراءات الوقائية لمنع انتشار مثل هذه الأمراض وغيرها. نتابع. مياه صرف صحي تفيض بالأمطار وروائح كريهة تنبعث من برك السيول في مخيمات إدلب، وهذا ما يهدد صحة النازحين. تعاني ابنة مروى خليل مثل بعض أطفال المخيم من مرض جلدي سبب المجاريف، وهي لما تمطر الدنيا تزود الريحة أكثر وأكثر، يعني الجراثيم عم بتزود عنا، يعني المجارير بين الخيم، ولسبب هالشي هذا كل يعني كل الأطفال، مو بس بنتي، كل الأطفال بالمخيم بهم حب والحقة. تستمر الأمطار في شمال غربي سوريا في التأثير سلبا على حياة الذين لجأوا إلى خيام مؤقتة هربا من هجمات النظام وحلفائه. شتاء قاس يزيد من تعقيد الظروف المتردية في مخيمات النزوح، حيث تعيش العائلات حياة صعبة. طقس بارد وأمطار ووحل يخشى النازحون فيه من حشرات ضارة يمكن أن تسبب الأمراض، ينتظرون بفارغ صبر حل هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن. الصرف ماشي بين الخيام وحوالي المخيم، فاختلطت مياه الأمطار يعني بالصرف الصحي، فيعكس كثير مثل المصاعب مثل الأطفال أو السكان أثناء التنقل بين الخيام مساء، يعني يقع الطفل بالمي فتسبب له كثير أمراض مثل الأشمانيا الحكة، وتنبعث رائحة كريهة منه. فنحن يعني في دور المنظمات فتساعدنا في إيجاد حلول للصرف الصحي في المخيم في سد البالة. إدلب ضمن تفاهمات خفض التصعيد بين تركيا وروسيا لوقف إطلاق النار ينتهكها النظام السوري وحلفاؤه مرارا، حرب لا تنتهي مع سوء أوضاع النازحين الإنسانية، عوز غذائي ومشكلات صحية. شاهدين معنا من إدلب الطبيب أحمد غندور مدير مستشفى الرحمة في إدلب. دكتور أحمد أهلا بك معنا في التلفزيون العربي وبرنامج شبابيك. يعني هذا السؤال يتكرر يعني ليس فقط في كل عام وفصل شتاء، هل تسمعني دكتور؟ الصوت ما عم بسمع الصوت. هل تسمعني الآن؟ الصوت ما عم بسمعه. طيب يبدو أننا نواجه مشكلة في الاتصال مع الدكتور أحمد من إدلب بالسمع. هل تسمعنا دكتور؟ ما عم بسمع الصوت. طيب سنحاول دكتور، سنحاول إصلاح هذه المشكلة دكتور. سنحاول إصلاح هذه المشكلة دكتور. سنعود طبعا إلى الدكتور أحمد وموضوع طبعا فصل الشتاء وموضوع النازحين وأيضا الأمراض الجلدية تحديدا التي تعاني منها مخيمات النازحين. كما ذكرنا في بداية التقرير تشهد هذه المخيمات في الشمال السوري انتشار واسع وكبير كما ذكرنا، وملحوظ للأمراض الجلدية بين صفوفهم. يعني البعض يتحدث عن عدم وجود شبكة لتصريف مياه الصرف الصحي، عدم وجود مياه نظيفة بالأصل هو السبب الرئيس في انتشار مثل هذه الأمراض، وجود مستنقعات من الوحل، الأمطار التي تغزو المخيمات، تغزو خيم النازحين، منهم من يبات في العراء في ظل فصل الشتاء القارس، تجمع كما ذكرنا للمسطحات المائية، ما يتسبب بوجود حشرات. يعني مثل هذه المشاهد تتكرر كل عام تحديدا في فصل الشتاء، غياب حلول، إجراءات وقائية لمنع انتشار مثل هذه الأمراض. سنتوقف كما ذكرنا مع الدكتور عن الرأي الطبي عن أسباب هذا الانتشار،
سنحاول طبعا يعني أكثر أسئلة نحاول طرحها على للوقوف حول هذه المشكلة، أضرارها، أسبابها، تداعياتها، أيضا موضوع الرعاية الطبية، موضوع الأدوية. مشاهدينا، سنعود إلى موضوع طبعا المخيمات النازحين في الشمال السوري في إدلب تحديدا والتحديات الكبيرة والأمراض التي يواجهونها مع ضيفنا الدكتور أحمد، لكن نذهب، كان هناك مشكلة في الصوت، نذهب الآن إلى الأردن وشباك هاشتاغ ونعود من بعده ونرصد فيه مشاهدينا هذا الشباك أبرز الأخبار والأحداث التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع مراسلنا ليث الجبور. ليث، أهلا بك معنا. أبدأ معك، مش هتدفع لي ولا هتدفع؟ يعني اليوم خلينا نقول أحمد مساء الخير في البداية لكم مشاهدينا الكرام. أن فاتورة الطاقة أصبحت عبء كبير على الأردنيين فعليا، والكل يعلم جيدا أن الكهرباء هي يعني ليست من الأشياء التي تصنف أو من المواد التي تصنف كترفيه، بل هي شيء أساسي في كل بيت. مع الأسف في كل فترة وفترة تخرج الحكومة الأردنية وتقوم بإعطاء قرارات تقول أنها لصالح المواطن، وتقول أن هذه القرارات مشروطة بإصلاحات اقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي. كل الأردنيين متفقون على أن مصلحة الأردنيين ليست مع صندوق النقد الدولي، بل استقلالية الأردنيين تكون بالابتعاد عن القروض وعن الاشتراطات الاقتصادية التي تطحها. دعني أشير إلى أن وزير التخطيط أكد أن ما قامت به الحكومة من إعلان عن تعرفة جديدة للكهرباء جاء بناء واشتراطا على من صندوق النقد الدولي لحزمة منح ومساعدات تمنح للأردن بناء على التعرفة الجديدة. الحكومة تقول أن التعرفة الجديدة للكهرباء ستطبق في مطلع نيسان، وأن هذه التعرفة جاءت لسببين. الأول، هناك تشوهات تريد أن تزيلها الحكومة من خلال هذه التعرفة، وهذه التشوهات أدت إلى خسائر بعشرات الملايين لشركة الكهرباء الوطنية. الثاني، تقول أن 20% من سكان الأردن غير أردنيين لا يحملون رقم وطني، فلماذا يوجه الدعم أو تباع الكهرباء لهؤلاء كما تباع الأردنيين؟ وهي حجة يراها الأردنيين حجة واهية وغير مبرر منطقي لرفع الكهرباء. طبعا دعني أشير إلى أن اليوم بدأت اجتماعات لجان في مجلس النواب، وتحديدا لجنة الطاقة النيابية المعنية بمناقشة التعرفة الجديدة مع الحكومة. اللجنة قالت أنها ترفض رفضا مطلقا هذه التعرفة، وقالت أنها ضد المواطن وليس لمصلحته، وقالت كذلك أنها ستستعين بخبراء طاقة وتجلس معهم وتحاورهم على مدى الأيام القادمة، وترى إذا كانت الحكومة فعلا تقول أن 93% من الأردنيين لن يتأثروا بسعر الكهرباء الجديدة أو بالتعرفة الجديدة، أم أن هذا عبارة عن فخ كما وصفه أحد النواب على وسم مش دافع. هذا الهاشتاج الذي يتصدر اليوم وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة وهو الأكثر تداولا ما بين الوسوم. كتب معتز يقول: الحكومة في تسعيرة الكهرباء الجديدة بدها تكمل على مسح الطبقة الوسطى من الوجود، وهيك ليكون عندنا طبقتين، واحدة فوق فوق واحدة تحت تحت. مش دافع. أما أنس يقول: لا يوجد إشي اسمه بلد فقير، يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد. أما عامر غردة يقول: التعرفة الجديدة للكهرباء تؤثر سلبا على الطبقة الوسطى من المجتمع، تخفف الكلف على الطبقة الغنية والبرجوازية، لا تؤثر على الطبقة الكادحة والفقيرة. من المعروف أن الطبقة الوسطى هي أهم الطبقات الاجتماعية سياسيا واقتصاديا وتنمويا، ويعتقد أنها تشكل 36% من المجتمع الأردني. وعامر شوبكي هو خبير نفط وطاقة كذلك، وكان معني الأيام الماضية باجتماعات مجلس النواب. علاء يقول: لا يوجد لدينا كوارث طبيعية، لا زلازل، لا براكين، لا أعصير، لكن لدينا ما هو أسوأ، فساد لمسؤولين بلا ذمة أو ضمير. هذا الهاشتاج الأول. أحمد ليث، يعني غالبا ما يكون هناك بعض القرارات كما ذكرت، الفئة الكادحة والفقراء بالنهاية سيدفعون حالهم كحال البقية. ليث، يعني يبدو أن المركبات الفضائية الأقمار الصناعية ستغزو الأردن بتعرفة جمركية جديدة. بالفعل، يعني دعني أشير إلى أن هذا القرار تحديدا الذي صدر الأسبوع الماضي أصبح مثار سخرية بالنسبة للأردنيين، وتندر كذلك على مواقع التواصل الاجتماعي.
عندما اتخذت الحكومة قرار بأن أعفت المركبات الفضائية من الجمارك. الكثيرون يرون أن ما قامت به الحكومة هو غريب، يعني هل الحكومة الأردنية في هذه الأيام استبقت زمانها وعصرها وأبدأت تنظر نظرة مستقبلية؟ بأن نظرت إلى أن ربما سيحتاج الأردنيين بعد مثلا آلاف السنين على سبيل المثال مركبات فضائية يعني جمركتها والنظر إلى ممكن شرائها أو غير ذلك. على وسائل التواصل الاجتماعي خرجت عدة هاشتاغات بهذا الموضوع، لربما كان أبرزها قرار المركبات الفضائية عندما قامت الحكومة بتخفيض الجمارك على عدد كبير من السلع والمواد الغذائية والمواد الاستهلاكية وبعض المواد الأخرى التي تستخدم في البيوت إضافة إلى المركبات الفضائية. على وسم وعلى هاشتاغ المركبات الفضائية غرد كثيرون. نبدأ بما كتبه محمد. محمد كتب يقول: نطالب حكومتنا الأردنية بالتواصل مع وكالة ناسا، بلكي فتحنا خط إربد عمان ومن إربد لجميع المحافظات بعد قرار الحكومة الأخير بتخفيض الجمارك على المركبات الفضائية. أما محمود يقول: شكرا للحكومة خفضت الجمارك على المركبات الفضائية، لأنه عن جد الشعب بده يترك لكم البلد والأرض كلها ونروح نعيش في كوكب بلوتو نيوتن، واللي بلحقنا منكم بدنا نرميه من فوق. أما محمد كتب يقول: حكاية المركبات الفضائية والجمرك في الأردن صدفة طرفة غلطة أم ماذا؟ يتساءل محمد. وأخيرا طارق يقول: بدي مركبة فضائية نظيفة واقتصادية، وياريت تكون فحص بدون يعني أي خراب فيها. هذا الوسم الثاني. أحمد أشكرك جزيل الشكر. معاذي، التعرفة الجمركية قد تحصل على مركبة فضائية، ليث نتمنى أن نزورك فيها. شكرا جزيلا لك، كنت معنا في شباك هاشتاغ. مشاهدينا، ينضم إلينا من إدلب الطبيب أحمد غندور مدير مستشفى الرحمة في إدلب للحديث عن أوضاع النازحين هناك والمخيمات. دكتور أحمد أهلا بك، نتمنى أن يكون الصوت الآن يعمل جيدا، يعني بسبب ضيق الوقت وموضوع هذه المشكلة بالصوت. يعني أسئلة سريعة وأجوبة ستكون سريعة دكتور أحمد، يعني في البداية قرب لنا الصورة، المشهد، الأوضاع كيف هي في هذه المخيمات؟ أول شيء أنا بشكركم على هذه اهتمامكم في هذا الموضوع، موضوع المخيمات. للأسف أنه أغلب المخيمات عم بتعيش ظروف كتير صعبة، يعني في الشتاء البرد القارس وانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية والناتجة عن استخدام المياه الملوثة أو أحيانا المجارير الصرف الصحي المكشوفة. نحن عم نواجه بالشتاء كثير، حتى أمراض كنا نحن ما بنشوفها إلا بالصيف، خاصة موضوع الأمراض الجلدية اللي منها الليشمانيا، اللي حتى ما بس عم بتأثر عم في سبب لنا مشاكل أو إصابات جلدية، حتى أنه في بعض الحالات عم بيكون في عنا إصابات حشوية، وهي إصاباتها هل هي الأكثر انتشارا بين الأطفال، بين الصغار، بين الكبار؟ دكتور، ما هي الحالات المنتشرة الأمراض أيضا؟ هلا نحن بالنسبة لحالات الليشمانيا الجلدية على سبيل المثال في المستشفى عم نواجه في فصل الشتاء أكثر من 70 حالة أسبوعيا، يعني ما يقارب تقريبا عم بيتجاوز العدد 200 حالة أسبوعيا، بالإضافة هناك الأمراض الأخرى مثل الجرب والقمل، وهذا هو فصل بفصل الشتاء، والسبب هو قلة المياه أو المياه عم بتكون غير نظيفة المستخدمة سواء في الغسيل أو سواء في الطعام أو سواء في الاستخدام الشخصي، بالإضافة إلى المجارير الصرف الصحي اللي أغلب المخيمات هي أنشئت في كان ظروف استثنائية، فما كانت عم تعتني بموضوع العناية في موضوع الصرف الصحي. طيب دكتور أحمد، يعني عذرا هذا شق ليس مرتبط بموضوع الطب، لكن يعني دائما وكل عام يتم الحديث عن موضوع هذه الصرف الصحي، موضوع المياه، موضوع الرعاية الطبية قلتها، ألا يعني
لا يوجد حل؟ ألا مثلا تم هناك تواصل مع منظمات، مع داعمين، مع مساعدات لحل هذه المشكلة؟ طبعا تم التواصل مع العديد من المنظمات، ولكن الاستجابة ما عم بتكون هي مغطاة بشكل انه جيد او بشكل انه الكافي، يعني وخاصة انه هذه الامراض وقت اللي عم تنتشر من الجرب والخمل، هي امراض عم تنتشر بشكل جائحة وعم بتصيب الاطفال بشكل خاص لانه هن اقل. ما مخاطر هذه الامراض دكتور؟ طبعا في مخاطر كتير كبيرة، سواء هذا هو في تأثيرات سواء على الصحة العامة وعلى جهاز المناعة، تعرف الجلد هو النسيج الأول في مواجهة أي ميكروب أو أي طفيلي ممكن إنه يسبب أمراض وبالتالي يأثر على صحة الأطفال. كثير من الحالات طيب نحن دكتور، شفناها لو ممكن تحدثنا عن موضوع الرعاية الصحية، موضوع المراكز الصحية، موضوع الأدوية، هل هي متاحة؟ هل هي مجانية؟ كيف تتم الأمور؟ بالنسبة للأسف إنه بالفترة الأخيرة كثير العديد من كثير من المنظمات تم إيقاف الدعم لها، فانخفضت تغطية الدواء، بالإضافة إلى أنه هذه المخيمات أغلبها كانت سابقا في فرق جوالي تقوم ب خلال العيادات النقالة بالاطلاع على الأوضاع الصحية تقديم الدواء. هلأ الدواء متوفر ولكن غير كافي، طيب حجم أنتم في الإصابات المستشفى دكتور وأكبر. كيف هو الحال لديكم؟ ما المطلوب أيضا؟ هلا نحن بالنسبه للحالات، كثير من الحالات خاصه بعض الاصابات بعض الامراض الجلديه، في بعض الاحيان عم بيكون الدواء غير متوفر، وهذا بالتالي عم بيسيء في موضوع علاج هذه الحالات. في انخفاض واضح في كميه الدواء المقدمه للمشافي والمراكز الصحيه، وبالتالي تعرف في بعض هذه الأدوية توفرها لا يكون إلا عن طريق منظمات الصحة العالمية، وللأسف برجع بقول لك إنه الكمية الموجودة على له حجم الإصابات هي كمية قليلة وهي مخجلة، يعني صراحة غير قادرة على استيعاب وتغطية جميع الحالات. نتمنى يعني أن يكون هناك حل جذري لهذا الموضوع. عذرا على ضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر من إدلب أهلا وسهلا الدكتور أحمد وشكرا غندور لك. مدير مستشفى الرحمة في إدلب.